محمد شاهين مسؤول الشباب في مديرية الرياضة والشباب. طبعا نحن اليوم عم نقوم بحملة تنظيف سبل المياه الموجودة في مدينة رأس العين. هاي الحملة عبارة عن مجموعة حملات قمنا فيها سابقا، هي تنظيف مساجد، زيارة المرضى. العمل هو عمل تطوعي بهدف انه نحن المتطوعين المنتسبين عندنا لمكتب الرياضه والشباب ندمجهم ضمن المجتمع المدني للحفاظ على المرفقات العامه والمنشات العامه، ونعزز عندهم روح التعاون والعمل ضمن الفريق الواحد. كان حمله تنظيف مساجد، قمنا بزياره بعض المرضى وقمنا بزياره بعض الرياضيين. العمل مستمر وعندنا دورات محو اميه في مركز الرياضه والشباب. الحمد لله رب العالمين، الشباب المتطوعين ما عم يشتغلوا بدون اي اجر بدون اي مقابل. هذا الهدف منه تعزيز روح التعاون والاجتماعي بالمجتمع بحيث يندمجوا اكثر بالمجتمع ويفيدوا هالبلد ان شاء الله. والله التفاعل كثير كثير جيد، الشباب عم يشتغلوا بدون اي مقابل بدون اي اجر، عم يشتغلوا حبا للمدينه والبلد بشكل عام. احنا بنستقبل اي حد يجي يتعاون معنا يدعمنا هالشباب الصغار. يعني الحملات كلها عباره عن حملات بسيطه حسب الامكانيات اللي عندنا. أنا اسمي إيمان. اليوم قمنا بتنظيف السبيل، وهلا قمنا نروح على تنظيف السبيل الثاني وننظف الحديقة والجامع، وبتمنى للشباب اللي بعمري يتطوعوا. اشتغلنا بالمسجد والحديقة، وهلا قمنا نروح على وجينا على المستشفى زرنا المرضى. السلام عليكم ورحمة الله، أنا اسمي زياد الخطيب. شاركنا اليوم حملة تنظيف السبيل، وهلأ على طريقنا نروح ننظف السبيل الثاني. شاركنا سابقا بحملة تنظيف الحديقة، وجينا زرنا المشفى ونظفنا المساجد، وبتمنى من الشباب اللي بعمري تجي تساهم معنا بهذا الشيء وبالنهاية هذا الشيء لأنه